نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل في قراءة الكتاب معالم السنة النبوية، ونحن في ليلة الأحد، ليلة الخامس من جماد الأولى لعام 42 و400 ألف، الموافق ليلة العشرين من الشهر الثاني عشر لعام 2020. وقد بلغنا الباب الثامن اليوم الآخر، باب الشفاعة والمقام المحمود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف حفظه الله: باب الشفاعة والمقام المحمود. الشفاعة هي التوسط الأولي، يعني من باب الشفع يضيف طلبه إلى طلب غيره فيتوسط له بجلب ما ينفع أو دفع ما يضر. الشفاعة توسط الغير بجلب ما ينفع أو دفع ما يضر. والمراد بهذا الباب الشفاعة الشرعية. الله جل وعلا ذكر الشفاعة في كتابه فقال: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: من ذا الذي يشفع عنده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فقال: لا يشفعون ولا يشفعون إلا المرتضى. فالشفاعة أنواع، منها شفاعة مثبتة ومنها شفاعة منفية. فالمنفية هي التي تكون بغير إذن الله عز وجل، تكون بعبادة الأصنام والأوثان والأولياء يعبدونهم ويكون هؤلاء شفعاء عند الله، هذه باطلة. فالشفاعة لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا، والله عز يكرم الشافع ليشفع، إذ لو شاء لعفى عمن عفى وأعطى من أعطى ورفع من رفع بدون يشفع شافع، لكن الله يكرم الشافع فيعطي شفاعة حتى يشفع لغيره. وحتى يشفع الشافع لا بد له من شرطين اثنين: أن يأذن الله عز وجل، والله لكمال سلطانه وهيمنته لا أحد يتقدم بين يديه ويشفع لأحد دون أن يأذن له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد، هذا استفهام بمعنى النفي، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. الشرط الثاني الرضا، أن يكون الله راضيا عن الشافع أن يشفع وعن المشفوع أن يشفع له. فالمشرك لا يرضى الله، فما تنفع شفاعة الشافعين، لو فرض أنه شفع له ما تقبل شفاعة أحد. فالشفاعة ثابتة بإذن الله جل وعلا ورضا. وقد جمع الله عز وجل هذين الشرطين في قوله تبارك تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من رضا الله عز وجل، إذن الله عز وجل ورضا. أما المقام المحمود فهذا نوع من أنواع الشفاعة، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمقام المحمود ذكر الله في كتابه بقول: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة العظمى. فإذا أراد الناس أو أخذ الناس كرب عظيم يلهمون أن تمسوا من يشفع لكم حتى يبدأ الله عز وجل بفصل القضاء، كما سيأتي بالحديث، هذا الحديث الطويل حديث الشفاعة، ينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود. وقد وهب الله عز هذا المقام لرجل واحد أن يشفع عند الله عز وجل ليبدأ ربنا جل وعلا بفصل القضاء بين العباد، كما في تفاصيل هذا الحديث، وهو حديث عظيم ونافع ومفيد وفيه فوائد كثيرة. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن هاي الآية إذا قيل لك ما المراد بالمقام المحمود، قل الشفاعة العظمى التي للنبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه. طبعا هنا لما يذكر لك الوضع اللي كيف كانوا الحال، يعني أكد لك أنه قد استمع وحضر وشهد ما حدث قبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بمثل هذه المقدمة أنه قد رفع له شيء من اللحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذراع وكانت تعجبه. إذا قيل أن يعني مقدمة الشاة أفضل من مؤخرتها حتى في الطعم والفوائد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، فلما رفع له اللحم أخذ من الذراع فنهس منها نهسة، يعني تناولها بأطراف
أثنانا عليه الصلاة والسلام. في هذه اللحظة قال هذا الحديث الطويل حديث الشفاعة، ثم قال ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ نعم. يجمع الله الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم، هنا قال أنا سيد الناس، قال عليه الصلاة والسلام ولا فخر، يعني لا أذكر ذاك على سبيل الافتخار وإنما هذا على سبيل الإخبار، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحى الله عز وجل إليه بأنه إيش هو الذي سيشفع هو للناس يوم القيامة، فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهذا لا شك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد، يعني أنه مطاع ومتبع صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا السيادة المطلق الله هو السيد، يعني الخالق المالك المدبر هو الله عز وجل، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فسيد على الناس، يعني أنه قدوة لهم، له سمع وله طاعة صلوات ربي وسلامه عليه، فيوم القيامة الناس كلهم يتبعونه صلوات ربي وسلامه عليه سواء أمته أو غير أمته. نعم كمل. قال يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يجمع الناس الأول والآخر في صعيد واحد، أي في أرض منبسطة مكشوفة، لأن الله ينسف الجبال فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا أودية ولا منخفضات، لا مرتفعات ولا منخفضات، فيجمعهم على أرض واحدة يبسطها، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني ما في شيء يحجبهم عن النظر ولا في شيء يحجبهم عن سمع ما يدعون إليه. وتدنو الشمس، وهذا أيضا من المواقف العظيمة أن الشمس تدنو على رؤوس العباد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مضى معنا، مقدار ميل على رؤوس الناس، مقدار ميل على رؤوس الناس، هل هو ميل المسافة أو ميل المكحلة العود الذي يكتحل به، وكذا أمرين عظيم جدا، والشمس معروف حرارتها وهي بعيدة جدا الآن منا، فكيف إذا دنت على رؤوس العباد؟ إذا دنت على رؤوس العباد يبلغ الناس من الغم والكرب والشدة ما لا يطيقون ولا يحتملون، فلذلك يلهمون أن ابحثوا أن التمسوا من يشفع لكم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال يقول الناس ألا فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم. نعم. وقع الاختيار على آدم عليه السلام أبو البشر، وآدم عليه السلام يعني في قول أو رواية أنه نبي مكلم، وقد أكرمه الله عز وجل خلقه بيديه وأزدده ملائكته، فاقترح بعضهم على بعض أن اذهبوا إلى آدم عليه السلام لعله يشفع لكم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فيقولون قال فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. هنا يذكرون لآدم يعني ما يؤهله لأن يشفع عند الله عز وجل، من ذاك قالوا خلقك الله بيده، وهذا مصداق في كتاب الله عز وجل، لما ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، ولا شك ولا ريب أن النبي أن آدم عليه السلام مخلوق بيد الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى. فإن قال قائل ربنا جل وعلا في القرآن يقول ما ملك لإبليس ما ملك أن تسجد ألا تسجد لما خلقت بيدي، وهنا قال بيده، لا منافاة، لا منافاة، لأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، وهنا قال بيده فأضاف اليد إلى الله عز وجل ضمير يده فيشمل اليدين، والله عز له يدان حقيقيتان تليق به سبحانه وتعالى. طبعا هنا لو لم يكن لله يد حقيقية خلق بها آدم لما كان لآدم ميزة على غيره، ربنا جل وعلا أيضا خلق إبراهيم وموسى وخلق نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وخلق البشر جميعا، خلق البشر جميعا، فلماذا بالذات قال لآدم السلام خلقك الله بيده؟ هذا دليل واضح ونص صريح
لأن آدم له هذه الميزة أنه مخلوق بيد الله سبحانه وتعالى. ونفخ في كائن روحه. هنا الروح أضيفت إلى الله عز وجل باب إضافة التشريف، يعني لأنها مشرفة أضيفت إضافة التشريف. نظير هذا كأن يقال على المسجد بيت الله، مش لمن له، وإلا كل شيء لله ليس فقط المساجد. ونظير هذا أيضا قول الله عز وجل ناقة الله، أضيفت الله الناقة هذه بالذات إضافة التشريف. فهنا لما قال ونفخ فيك من روحه أضاف الروح إلى نفسه جل وعلا، وهنا أضافوه إلى الله عز وجل من باب إضافة إيش التشريف. في معنى آخر من روحه إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني كما يقال أرض الله سماء الله، فهي روح الله لأنها مضافة إلى الذي خلقها سبحانه وتعالى. وأمر ملائكته، وأمر الملائكة فسجد لك. طبعا ما سجدوا لآدم عبادة لآدم، الله جل وعلا ما أباح الشرك قط، وإنما سجدوا لآدم عليه السلام طاعة لله تبارك وتعالى، ليس عبادة لآدم إنما هي عبادة لله عز وجل. قالوا اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. نعم. قال فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيره إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. هذا يعني هذه الجمل فيها فوائد كثيرة، منها أن آدم عليه السلام اعتذر، وسبب اعتذاره أن الله عز وجل غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ففي هذا إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وقد دل عليه الكتاب والسنة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، خلافا للمحرفة المعطلة الذين قالوا هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. كيف لا يليق بالله؟ والله الذي وصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الله عز وجل فهو أعلم بنفسه من خلقه، وأما رسوله فصادق مصدق، فكيف يقال أنها صفة لا تليق بالله؟ بل هي صفة لائقة بالله عز وجل. فإن قال قائل ليست هذه الصفة صفة نقص، الجواب ليست على إطلاقها، فقد تكون نقصا في حال وكمالا في حال. النبي صلى الله عليه وسلم استنصحه رجل قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني كررها مرارا قل لا تغضب. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل لا تغضب، فهذا دليل على الغضب صفة ذنب. لكن الجواب على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تغضب كان يغضب، متى؟ إذا انتهكت محارم الله. فتان أنت يا معاذ، فتان أنت يا معاذ، كان يغضب. إذا يحمل هنا الغضب على حال يعني لا لأمر لا يستحق الغضب، فهذا مذموم. أما إذا غضب الإنسان، الكلام عن إنسان، غضب الإنسان في مقام يستحق الغضب فيحمد على ذلك، كما لو غضب إذا رأى منكرا أو إذا هتك عرضه أو مثلا أخذ ماله أو مثلا أهين الدين يغضب، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا نخشى يأتي واحد يقول لا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، حتى لو وجد من يعتدي على عرضه لا يغضب، أنا توني درست درس وحديث وتوني حاضر الدرس ربع النووية، لا تغضب لا تغضب، إذا لا أريد أن أغضب، هذا خطأ هذا باطل. فالغضب من الصفات التي تكون تارة مذمومة وتارة محمودة، فإن كان الغضب لأسباب تافهة ما تستحق الغضب لا، هنا نقول لا تغضب، فإن كان غضب لأمر يستحق الغضب فيحمد الغاضب لأنه غضب إن انتهكت محارم الله أو انتهك عرضه أو إلى آخره. ومثل هذه الصفات لله عز وجل يوصف بها على سبيل الكمال، لأن الله لا نقص في صفاته في وجه من الوجوه، والله عز يغضب غضبا شديدا يليق به سبحانه وتعالى. يقول المحرفة كيف يقال بأن الله يغضب والغضب حالة تعتري الغاضب من ارتفاع ضغط الدم وانتفاخ الأوداد واحمرار الوجه؟ نقول لا، هذا غضب المخلوق، هذا غضب المخلوق كما ذكرت، أما غضب الله فيليق به. وأنت أيها المحرف بما تفسر غضب؟
يقول الغضب معناه إرادة الثواب أو إرادة إيصال الثواب. فيقال له إذا فسرت الغضب بالإرادة فالإرادة أيضا ميل القلب، يميل القلب لما ينفع أو لدفع ما يضر. قال لا، هذه صفة المخلوق، الإرادة ميل القلب. قلنا وكذاك الغضب المخلوق احمرار الوجه وانتفاخ الأوداد وارتفاع ضغط الدم، كما أن المخلوق إرادة تليق به والخالق إرادة تليق به، كذلك للمخلوق غضب يليق به والخالق جل وعلا غضب يليق به. فما استفاد شيئا إذا قال لله إرادة تليق به، إذن من البداية يقول لله غضب يليق به ليس كغضب المخلوقين، وهذا هو أولى، لأن الله عز هو الذي وصف نفسه قال فباء بغضب على غضب، وقال غير المغضوب عليهم، وخامسة أن غضب الله عليها، الله يغضب. وهنا في الحديث قد غضب، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فغضب الله الشديد. من الفوائد أيضا أن الرافضة غيرهم يحلفون بالله كذبا لا بأس عندهم، لكن لا يحلفون بالولي كذبا. لماذا؟ قال الولي إذا غضب يعمل بك ويعمل بك، أما الله غفور رحيم، وهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر، لأن هذا الولي جعلتم غضبه أشد من غضب الله. الله عز وجل لا يماثل شيء من المخلوقين، ولا في مخلوق يقارب صفة الله عز وجل فضلا يكون إيش أشد أو أكمل. فكيف يقع المخلوق أن غضبه شديد وغضب الله عز وجل هين لين؟ هذا من الباطل، بل هذا القول والاعتقاد من الشرك الأكبر. الله له غضب شديد، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من غضب الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. في الحديث الصحيح الصريح هنا أن الله عز وجل قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يعني سيقول هذا آدم عليه السلام يوم القيامة. ثم هنا الفائدة العظيمة قال وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، لا إله إلا الله. متى آدم عصى ربه وأكل من الشجرة؟ قبل أزمنة طويلة جدا إلى يوم القيامة، وقد تاب وتاب الله عليه، نص القرآن أن الله تاب عليه، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، ومع ذلك إلى يوم القيامة يقول أكلت من الشجرة. انظر إلى حالنا وحال غيرنا اليوم، قد يأتي الإنسان ويقترف من الذنوب ما يقترف ولا ينظر في نفسه أنه فعل شيئا، وبعضهم ربما يتحدث عما صنع سابقا من فواحش والمنكرات والسرقات والكذب، يضحك ويقول لا تبنا بس قبل الله يهدينا، الله هاديك وتبت، ما كنت فرحان مبسوط على ما مضى. أن التوبة الندم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم وتوبة، والتوبة يعني حرارة في القلب يجدها التائب، مش مبسوط على ما مضى. انظر إلى حال آدم عليه السلام أو البشر منذ متى أكل من شجرة، ما عندهم المنكرات والفساد الذي يفعله الناس اليوم وقبل اليوم، وإنما أكل من الشجرة، وإلى يوم القيامة يقول له ما استطعنا، يعني أشفع لكم وأنا قد عصيت الله وأكلت من الشجرة، مع أنه تاب وتاب الله عليه. فتعلموا من أبيكم آدم عليه السلام كيف أنه إيش يعظم شعائر الله عز وجل، وما زال إلى يوم القيامة سيذكر أكله من الشجرة. ثم يقول نفسي نفسي نفسي، يعني أنا ما أستطيع إلا أنجو بنفسي، وعساني أنجو بنفسي. فيرشدهم قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. نعم تفضل. قال فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. نعم، يرشدهم إلى نوح عليه السلام، ونوح من أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني أصحاب العزيمة الكاملة. وجاء في يعني في تحديد أولي الرسل أقوال أشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام، وخامسهم وأكملهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخمسة أولي العزم، أصحاب العزيمة الكاملة، الرشد التام. فيرشدهم إلى نوح، وهذا الحديث نص صحيح صريح على أن نوح هو أول الرسل. فيقول يا نوح إنك أنت أول الرسل، هذا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذه الآية وهذا الحديث
فيه دلالة على أن نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض. كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فاختلفوا. لما اختلفوا أرسل الله الرسل، وكان أول ما وقع في الشرك في الخليقة في قوم نوح عليه السلام لما اتخذوا تصاوير وعبدوهم من دون الله عز وجل. فأرسل الله عز وجل إليهم نوح عليه السلام فهو أول الرسل. قال وقد سماك الله عبدا شكورا، سماه الله في كتابه عبدا شكورا، يقول اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول نعم، فيقول قال فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. اعتذر عليه السلام نوح عليه السلام، اعتذر بما اعتذر به نوح عليه السلام، وهو أن إيش؟ أنه ليس أهلا لذلك، كما في حديث قال لست ذاك يعني لست اللي أستطيع أن أقوم هذا المقام وأشفع، اذهبوا إلى غيري. السبب قال إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اعتذر أنه قد دعا على قومه بعدما لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. الله أكبر، دعوة طويلة، دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا وصبر صبرا عظيما. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ماذا دعا؟ قال ربي إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر. ربنا يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وبشر. أمر الله أن يصنع سفينة وفار ماء من التنور، التنور يعني موضع ماء فيه نار لكن هذه العلامة. فأمره أن يصنع سفينة وأن يركب هو وأهله ويأخذ من الحيوانات من كل زوجين اثنين، فاجتمع ماء الأرض مع ماء السماء حتى أنه يعني أغرق الأرض كلها، حتى الجبال بلغها الماء. فهذا نوح عليه السلام رأى أن هذه الدعوة العظيمة التي استجاب الله بها يعني قد أعطاها الله هذه الدعوة ودعا بها على قومه، فرأى أنه ليس الآن مقامه أن يدعو الله للناس حتى يبدأ الله عز وجل بفصل القضاء، لكن أرشدهم إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام أفضل الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل من نوح وموسى وعيسى، هو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، وقد اتخذه الله خليلا، والأنبياء من بعده من ذريته، لذلك يلقب بأبي الأنبياء هو إمام الحنفاء. فنوح عليه السلام يقول اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم. نعم، قال فيأتون إبراهيم فيقول يا إبراهيم، فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. نعم، إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة معناها أعلى مراتب المحبة. ويخطئ بعض الناس إذا قال إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمة، لا، الصحيح إبراهيم خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأحب الله عز وجل إبراهيم واتخذ خليلا لأنه ما ابتلاه بشيء إلا وأتمه كما أمر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، يعني كلمات شرعية، أمره أن يضع زوجه وطفلها أو ولدها الرضيع في مكة في وادي زق فاستجاب، أمره أن يصدع بالدعوة ويدعو أباه وقومه فاستجاب، أمره أن يذبح ابنه لما بلغ معه السعي وذهبت مشقته وأقدمت ثمرته، أمره أن يذبحه فاستجاب. فما أمره بأمر إلا واستجاب كما أمره الله تبارك وتعالى. فاتخذه الله عز وجل إبراهيم، اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، لكن مع ذلك هو إيش يعني ليس المقام مقامه أن يشفع للناس. بما اعتذر عليه السلام، اعتذر بما اعتذر بأخواه نوح آدم ثم نوح، قال لأن الله عز وجل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.
يقول وإني قد كذبت ثلاث كذبات، ثلاث كذبات. هذا فيه إشكال، كيف نبي الله أخي الرحمن يكذب؟ أولا ما معنى الكذب؟ الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، يعني الواقع أن فلان سافر فيقول قائل فلان متعمد، يقول لم يسافر فأخبر عن خلاف الواقع، الواقع أنه سافر. فلان تزوج يقول لا فلان لم يتزوج بعد، هذا كذب. فلان أتى فلان ذهب على خلاف الواقع يخبر، يكون قد كذب ذلك. لكن إبراهيم عليه السلام سمى هذا الذي قاله وأفهمه الناس على خلاف الحقيقة، مع أنه لم يقل خلاف الحقيقة، سماه كذبا. ما هي الكذبات التي سماها إبراهيم كذبا؟ وهي مجرد أن أفهمهم خلاف الحقيقة هو لم يقل خلاف الحقيقة. المقام الأول أو منها أنه عليه السلام لما ذهب به قومه إلى يوم الزينة حتى يعصون الله عز وجل استلقى على ظهر، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وهو لم يكن سقيما في بدنه وإنما كان في نفسه سقيم مما يرى من قومه، فأوهمه أنه سقيم في بدنه عاجز عن المشي، فاستلقى ونظر نظرة النجوم استلقى على ظهره وقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، رجع إلى آلهتهم وحطمهم وحصل ما ذكر الله في كتابه. هذه الأولى. الثانية أنه لما رجع إلى آلهتهم الأصنام حطمها كلها، وكان ذا حجة عليه السلام، لم يحطم كبيرهم الصنم الكبير وإنما حطم كلها وجعلها جدادا قطعا محطمة إلا كبير لعلهم لا يرجعون. أراد أن يقيم حجة عليهم بذلك. لما سألوا من فعل هذا بآلهتنا، لما سأل بعضهم بعض من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقاله إبراهيم، يعني قالوا هذا اللي دائما يعيب آلهتنا، لأن من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به، فعرفه بدعوته للتوحيد ونبذ الشرك، فلما وجد الأصنام قد حطمت ما ذهبت الأذهان إلا إليه، هو الذي يعيبها ما في غيره. قالوا فأتوا به على الناس لعلهم يشهدون. سألوا سؤالا صريحا، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعل كبيرهم هذا فسألوه من كان ينطقون. طبعا هو إبراهيم كما عليه السلام كما قلت لكم ذا حجة، تعمد لم يحطم الصنم الكبير حتى يقوم على الحجة بأن هذه الآلهة لا تصلح أن تكون آلهة، فما بالكم لا تسألون هذا الكبير لماذا لم يذب عن الأصنام الأخرى عندما حطمت، لما جاء واحد يعتدي عليه وحطمها، لماذا الصنم الكبير ما تحرك ما حماها، كيف سيحميكم وهو ما يحمي الأصنام أخوتها من الأصنام؟ ثم لماذا لا يخبركم؟ بس خبر ما الذي حطم، هو كان واقف موجود في المكان الذي حطمت الأصنام، لماذا لا يخبركم؟ فقام على الحجة بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تنطق ولا تقول حتى إيش، ما الذي حطم، ما الذي فعل، ولا حتى تشير إشارة، فكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ لكن هنا في إشكال، كيف يقال له أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ثم يقول بل فعله كبيرهم هذا فانطقهم فسألوهم إن كانوا ينطقون. نلاحظ أن إبراهيم عليه السلام لم يقول إيش لم أفعل، صح لو قال لم أفعل في إشكال كبير، هو اللي حطم كيف يقول لم أفعل، ليس كذلك؟ وما قال، انتبهوا، ما قال لم أحطم، ما قال لم أفعل ذلك، وإنما قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا إبراهيم عليه السلام من ذكائه وقوة حجته قدم وأخر في العبارة فأوهمهم شيئا خلاف الواقع. انتبهوا، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. قدم وأخر في العبارة. لو ركبنا العبارة تركيب آخر، فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، فإيش مفهوم هذا؟ فإن كانوا لا ينطقون لم يفعلوا كبيرهم، واضح؟ إن كانوا ينطقون فعلوا كبيرهم، وإذا كانوا ما ينطقون لم يفعلوا كبيرهم. هو ما قال لم أفعل ولم يقل ما حطمته ما حطمتها، وإنما قال إن كان كبيرهم ينطق، إن كانوا ينطقون فكبيرهم الذي فعل، وإذا كانوا ما ينطقون يعني لم يفعلوا كبيرهم، إذا في واحد آخر فعل لكن ما قال أنا الذي فعلت. ف
فهنا أفهمهم شيئا خلاف الواقع. ماذا فهموا من كلام إبراهيم عليه السلام؟ أن الكبير هو الذي حطمه، مع أنه ما قال أنه كبير حطمه، قال بل فعل كبير هذا إن كانوا ينطقون، لو قدمنا بالعبارة إن كانوا ينطقون فعلوا كبير هذا. فإبراهيم عليه السلام يعتذر من عن الشفاعة لأنه استعمل هذا الأسلوب، إذ أنه أفهمهم على خلاف، أفهموا أمرا خلاف الواقع والحقيقة، مع أنه ما فعل ذاك لهوى في نفسه أو لمصلحة شخصية، وإنما حتى يقيم حجة الله عليهم وبين لهم أنها الأصنام لا تستحق العبادة، لكن لعظم الموقف الشفاعة لرجل واحد اعتذر بهذا العذر. الثالث أنه دخل مصر، أرض فيها ملك يقتل كل زوج مع زوجته، يعني يقتل الرجل ويترك الزوجة، أو يقتل كل رجل ذا زوجة. فكانت الأرض ليس عليها أحد من أهل الإسلام إلا إبراهيم وزوجته. فقال لزوجته، قال عن زوجته هي أختي، لو قال هي زوجتي يقتل، فحتى لا يقتل قال هي أختي، عن زوجته قال أختي، وفي الحقيقة أنها أخته في الدين، أخته في الدين. فأراد أن يفهم بأنه أنها أخته في النسب حتى لا يقتل، مع أنه ما كذب، وإنما في الحقيقة هي أخته في الدين، إنما المؤمنون أخوة. هذا غاية ما قال إبراهيم عليه السلام، استلقى وقال إني سقيم، فهموا أنه سقيم في بدنه، وحطم الأصنام وقال بل فعل كبير هذا صلى الله عليه وسلم كان ينطقون، وقال عن زوجته التي هي أخته في الدين قال هي أختي، فأفهمه أن أخته في النسب. أهل البدع ينكرون هذا الحديث ويسبون أهل السنة وأهل الحديث، وأنتم تصفون إبراهيم بأنه كان يكذب أو أنه كذاب والعياذ بالله ونحو ذلك. أول هذا الذي قال الكلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس أهل الحديث، كون أهل الحديث روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فما هم ما فعلوا شيئا سوى أنهم بلغوا. ثم المخرج الذي ذكرناه في بيان أن إبراهيم عليه السلام ما كذب بالمعنى المفهوم أنه تعمد إخبار خلاف الواقع، وإنما أخبر بطريقة أفهم الآخرين أنه إيش خلاف الواقع، وهو لم يقل شيئا خلاف الواقع، وفعل ذلك لمصالح شرعية. هنا قال لهم إيش؟ نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل، وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهالعلم لا يفاضل بينه وبين عيسى عليه السلام. يقول ثم بعد ما يذكرون محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم يقولون موسى وعيسى ونوح، أو نوح وموسى وعيسى، لكن التفاضل بين النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، لا، أول النبي صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم الثلاثة الآخرون. لكن موسى عليه السلام هو أكثر أنبياء بني إسرائيل ذكر في كتاب الله عز وجل، وقد عانى الكثير والكثير جدا في سبيل دعوته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال تواضعا رحم الله أخي موسى قد أوذي أكثر مما أوذيت، وقصته منثورة في كتاب الله في عدة سور. نعم، فيأتون موسى عليه السلام. نعم، قال فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. موسى عليه السلام كريم الرحمن، كلمه ربه، فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، وقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، كلاما حقيقيا سمع موسى، بل أن الله قال لموسى إنني أنا الله، ما يصلح أحد يقول إنني أنا الله إلا الله عز وجل، يعني المعتزل ليش يقول خلق الله الكلام والكلام المخلوق هو الذي قال لموسى إنني أنا الله، هذا باطل، كيف مخلوق يقول لموسى إنني أنا الله؟ وقد قال الله عز وجل وكلمه ربه، لما قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما حرفوه،
قال وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى اللي كلم الله عز وجل، مع أن الآية بالرفع كلم الله موسى. نعم آخر ألف ما تظهر على الحركات، سواء كان موضع رفع أو نصب أو خفض، موسى الحركات تتعذر عن الظهور على الألف. يقال جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، آخر ألف ما تظهر حركات، تقدر تقديرها. فبعض المعتزلة أتى إلى قارئ من القراء وقال لك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون لفظ الجلالة الله منصوب مفعول به مقدم، فيكون موسى اللي كلم الله، الله ما تكلم. يريد أن يصل إلى النتيجة معي أن الله لا يتكلم، نسأل الله العافية، مع أن الكلام صفة كمال. فهذا القارئ قال هب أنا أني قرأت، يعني حرفت كما تطلب مني، بدل لا أقرأ وكلم الله موسى تكليما أقرأ وكلم الله. لكن كيف تصنع بقول الله عز وجل فلما جاء لمقاتنا وكلمه ربه، ربه كلمه ربه، ربه هاي كلمتان، الرب والهاء، ما يصير الضمير المتصل يعود إلى ما اتصل به، ربه لازم الرب شيء والهاء شيء، فحتما قطعا لابد الهاء تعود إلى من؟ إلى موسى لا إلى الرب، لأنه قال رب، ربه، الرب هو الذي كلم موسى عليه السلام، وهذا صفة كمال. وقد امتاز موسى عليه السلام بأن الله كلمه تكليما، كلمه تكليما، فأيده الله عز وجل، فضله برسالته، أنزل عليه التوراة والصحف، صحف إبراهيم وموسى، وكلمه الله عز وجل، يطلب منه أن يشفع لهم إلى ربنا جل وعلا، وإلا به يقول ما قال إخوانه، نفسي نفسي، إن الله إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. اعتذر بماذا؟ أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، قال قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، واحد وكافر، وكزه موسى فقضى عليه، يعني ضربه ضربه واحد كان رجل شديد موسى، ولم يقصد قتله، يعني قتله بالخطأ، ومع ذلك تاب استغفر الله وأناب إلى الله فغفر الله له بنص كتاب الله. رجل واحد كافر قتله بالخطأ وقبل النبوة، قبل أن ينبأ ويرسل، ومع ذلك إلى يوم القيامة يعتذر أنه قد قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. انظر حال الناس اليوم، يقتلون على طالع النازل، على أتفه الأسباب، يقتلون المسلمين، يقتل المسلم بعضهم بعض، يتسببون بحروب، بفتن، هذا أمر والعياذ بالله عظيم جدا عند الله عز وجل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده عذابا عظيما. يقول شيخنا الثمين رحمة الله عليه ما أتى في الكبائر وعيد مثل هذا الوعيد، لا في الربا لا في الزنا لا في السرق، مثل هذا القتل شيء عظيم، ومع ذلك موسى عليه السلام قتل كافرا، والآية ومن يقتل مؤمنا، هو قتل كافرا وبالخطأ وقبل النبوة والتوبة تجب ما قبلها، ومع ذلك يذكر هذا المقام هذا الفعل إلى يوم القيامة فيعتذر عن أن يشفع ويقول وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا لغيري، اذهبوا لعيسى. نعم. قال فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. شوف هنا عيسى عليه السلام من أول العزم الرسل، خلقه الله عز وجل بأم من غير أب، ولا أشكال في ذلك، ربنا جل وعلا على كل شيء قدير، قد خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، فقال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. وخلق عيسى عليه السلام بأم من غير أب، وخلق زوج آدم عليه السلام حواء من ضلعه،
يعني ليس لها أم. الله على كل شيء قدير، لكن الله عز وجل خلقه بكلمته كون فكان، وروح منه يعني من الأرواح التي خلقها الله، أو روح منه تشريفا. قصتها معروفة، مريم عليه السلام في سورة مريم أنها لم يمسسها بشر، يعني ما تزوجت من قبل، وأنها من أسرة عفيفة مستقيمة من أبوين فاضلين، وإلا بها تأتي حبلة ثم تضع حتى بلغ فيها الهم والغم الله به عليه، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت لسا منسيا. ربنا جل وعلا أكرمها بهذه الكرامة العظيمة أن أنطق ابنها وهو في مهد صبي. طبعا أشارت إليه، قال كيف من كلمة كان في مهد صبي وإلا به ينطق، لكن ماذا قال؟ قال إني عبد الله، ما قال ابن الله كما يقول الكذبة من النصارى، ما قال إلا هذه الكلمة العظيمة التي تدل على الحكمة التي خلق من أجلها الجن والإنس وهي عبادة الله عز وجل، فقال إني عبد الله. فكان قد امتاز بهذا. لما سألوه الشفاعة لم يذكر لنفسه ذنبا ارتكبه، هو من المهد وهو قال إني عبد الله. وأما كلمة ولم يذكر له ذنبا، احتمل أنها من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحد الرواة قال أنه رواها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولم يقل ذنب كما ذكر لآدم عليه السلام أكل من الشجرة، ونوح ليس له ذنب لكن دعا استعجل بحسنته ودعا على قومه، وأما إبراهيم عليه السلام فاستعمل المعاريض الذي فهم الناس خلاف الواقع وسماه هو كذبات، وأما موسى عليه السلام فقد قتل رجلا، وأما عيسى فلم يذكر ذنبا، لكنه أيضا اعتذر ووجه الناس جميعا كل الأمم إلى نبينا محمد صلوات ربي وسلامه. نعم، هنا في رواية إيش إن قال اذهبوا إلى محمد، طبعا محمد صلى الله عليه وسلم بما لما قالوا لنوح نوح أنت آدم أنت خلقت بيده وزك الملائكة، نوح أول الرسل، إبراهيم خليل الرحمن، موسى كلم الرحمن، ماذا قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ نستمع. قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. وجه عيسى عليه السلام الناس جميعا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يأتونه ويقول أنت رسول الله، هو أكمل الرسل وخاتمهم يعني آخرهم، ختم الله به الرسل ورسالته، ختم الله به الرسالات كما قال جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبي. يقول وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما تقدم يعني ما مضى، ما تقدم تقدم مضى يعني، مش تقدم سيأتي بالقدام، لا ما مضى، وما تأخر ما لم يأتي بعد، وقد قال الله عز وجل في كتابه يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر في سورة الفاتحة. وذاك حتى الأعمال اللي جاء فيها أن من فعل كذا وقال كذا، مثلا توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث بها نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، الذي يقول الأذكار بعد الصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه، ما في وما تأخر، هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاص أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتذر لأنه هو صاحب المقام المحمود، هذا المقام مقامه الذي أكرمه الله به. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول هنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما يشفع إلا بإذن الله، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا كمال سلطانه وهيمنته، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على مقام العظيم عند الله، وقد اتخذ الله خليلا وختم بالأنبياء وهو له من الفضائل ما له، أيضا يستأذن ربه جل وعلا. صورة استئذانه
يسجد لله عز وجل. قال ايش فاقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على احد قبلي، حتى هذا الذي يحمد الرسول صلى الله عليه وسلم ربه لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الدنيا، يفتح الله عليه فتحا جديدا. وهذا من ادله ايش؟ ان اسماء الله عز وجل غير محصوره بعدد، فمنها حديث او استاثرت به في علم الغيب عندك ومنها لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، ومنها الحديث ان حتى الاسماء الحسنى المذكوره في الكتاب والسنه والصفات العلى المذكوره في الكتاب والسنه هناك ما سيفتحه الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامه لم يحسنه حتى في الدنيا، لا يعرف في الدنيا. وهذا من اعظم ما يتوسل به العبد الى ربه، وهو الثناء على الله، ذكر محامد الله عز وجل والثناء عليه، ثم تساله او تساله ثم تثني عليه، كان تقول انك انت الغفور الرحيم، اللهم اغفر ارحمني انك انت الغفور الرحيم، او تقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. فهنا يفتح الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم المحامد وحسن الثناء ما لم يفتحه على احد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما يعرفه، يفتحه الله يوم القيامه خاصه. ثم يقال يا محمد ارفع راسك، وساجد عليه الصلاه والسلام، ارفع راسك، سل تعطى، اشفع تشفع. يقول عليه الصلاه والسلام فارفع راسي، ماذا يقول؟ استمع. قال فاقول امتي يا رب، امتي يا رب، فيقال الله اكبر. انظروا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لجميع الناس حتى يبدا ربنا جل وعلا بفصل القضاء، لكن مع ذلك اول ما رفع راسه قدم ماذا؟ طلب الشفاعه لامته، فقال امتي يا رب، امتي يا رب. وهذا كما وصف الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. كم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم امته في ذاك المقام العظيم، والبشر قد حشروا من اول من اخرهم، من اول من اخرين يذكر امته. فحق عليه، حق علينا ان نحبه عليه الصلاه والسلام، فهو يحبنا ويدعو لنا ويشفع لنا وشفيع عند الله عز وجل، حتى خيره الله عز وجل بين ان تكون امته شطره للجنه او الشفاعه، قال فاخترت الشفاعه. قال وهي لمن لم يشرك بالله شيئا، وقال شفاعه لاهل الكبائر من امتي. ظن اهل البدع بان شفاعه اهل الكبائر من امتي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع للفساق والفجار، فافسقوا وافجروا. سبحان الله، كيف فهموا هذا؟ بل ان الانسان يقصر، حتى لو قصر في طاعه الله او وقع في معصيه الله، فان الله عز وجل اكرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كرامه الله لان يشفع، ولو شاء الله غفر لمن شاء من غير ان يشفع احد. فالشفاعه في الحقيقه هي كرامه للشافع، كرامه من الله للشافع. فيكرم الله محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع لمن قصرت به اعماله، فيشفع لاهل الكبائر، كما ان له شفاعات اخرى من الخاصه ومن العامه. الخاصه هذه العظمى، حتى يفصل، حتى يبدا الله بفصل القضاء، هذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده. وخاصه اخرى انه يتقدم اهل الجنه جميعا، فياخذ حلقه الباب فيقعقع الباب، فتقول خزنه الجنه من؟ فيقول محمد، فيقال بك امرنا ان لا نفتح لاحد قبلك. هذا فقط يتقدم، هو شفاعه لاهل الجنه يدخل الجنه. الثالث ان يشفع لمشرك فينتفع بالشفاعه لكن لا ياخذ من النار، وهو عمه ابو طالب، ولا كل مشرك ما تنفع من شفاعه الشافعين الا ربنا جل وعلا اكرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقبل شفاعته في التخفيف من العذاب على عمه ابي طالب. فنبي محمد صلى الله عليه وسلم يرفع راسه ويقول امتي امتي. اهل البدع، اهل الشرك، عباد القبور والاوثان والاولياء من دون الله، بل وعباد الانبياء، قالوا هذا دليل على مشروعيه وجواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الشفاعه. سبحان الله، هذا واضح. متى يكون هذا؟ يوم القيامه، ليس الان في الدنيا نساله ان يشفع لنا وقد توفي عليه الصلاه والسلام، كلا، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال اسالوني بعد مماتي، بدليل ان الصحابه ما فعلوا ذلك، حصل بينهم ما حصل من الاختلاف، ما لجوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره وقال رسول الله علمنا ولا ما نفعل ولا لا، بل كانوا يدعون الله عز وحده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن هذه الشفاعه ممكن للحي الحاضر يقال يا فلان ادعو الله لنا،
كما كان عمر رضي الله عنه يأتي لعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لقرابة من النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عباس قم فاستسقي لنا، مع أن عمر أفضل من العباس، لكن من تواضع عمر ولقرابة العباس من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عباس قم فاستسقي لنا. لماذا لم يقول يا رسول الله استسقي لنا وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ فهنا نقول الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. سلف الأمة ما فعلوا ذلك، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وقد توفاه الله. وهذه الحال نفس الذي نطق بها الحديث هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين سمعوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وروى الحديث ما فهم أحد منهم أن يشرع أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأنت هنا في الدنيا. لكن الكتاب والسنة وإيش ما كان عليه سلف الأمة، كيف طبقوا الحديث هذا؟ هل أخذوا منهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الدنيا؟ كلا، بل هذا يحدث يوم القيامة بعد ما يعتذر نوح عليه السلام، بعد آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليه السلام، فينتهي الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، كما في حديث آخر لم يذكر هنا قال أنا لها أنا لها، ويذهب ويسجد لله عز وجل ويفتح الله عين المحامد، ثم يقول له والله ارفع رأسك سأل تعطى شفاعة الشفع، فيرفع رأسه يقول أمتي أمتي. نعم. قال فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شرك. هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله له أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، وهؤلاء جاء في الحديث الصحيح أنهم 70,000، وفي الصحيح 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصحيح حديث ثبت قال فاستزدت ربي، يا طلبت زيادة، استزدت ربي طلبوا زيادة، يقول فأعطاني مع كل 70,000، وهذا عدد هائل، حتى الصحابة في زمن الصحابة ما كان إلا عدد قليل من المسلمين، قال حتى ظننا لم يبقى أحد من البوادي إلا وشمله ذلك، لكن الأمة امتدت وصارت مليارات، وسيأتي ناس بعد كم، لكن نسأل الله من فضل العظيم أن نكون ووالدين وأحبابنا من الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا تقول والله ما نكفوا ما هو، لا لا لا، خل عندك همة وطموح ورحمة الله واسعة، أرشدنا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، ما قال يا رب لو آخر واحد لو زاوية صغيرة، لا لا، قال اسألوه الفردوس. فنسأل الله الفردوس الأعلى، ونسأل الله يدخلنا الجنة ووالدينا وأحبابنا من غير حساب ولا عذاب. هؤلاء يدخلون من باب الأيمن من أبواب الجنة، والجنة لها 8 أبواب، ومع ذلك قالوا هم شركاء الناس في ما سوى ذلك من الأبواب. نعم. قال وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى، رواه البخاري ومسلم، والذي في مسلم بين مكة وهجر. نعم، يعني باب الجنة، أبواب الجنة ما بين مصراعين، ما بين الضفتين، واسع جدا، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين مصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير، في صحيح مسلم كما بين مكة وهجر. هجر هذه يعني في شرق الجزيرة العربية، مكة في الحجاز، هذه منطقة الإحساء اسمها هجر. أو كما بين مكة وبصرى، بصرى أيضا في الشام، بصرى الشام، ومكة الحجاز، مصراع الباب كبير جدا. نعم كمل. قال وعن أنس بن مالك، الحديث طبعا وهو في البخاري مسلم، ثم انتقل الحذاء حديث أنس، فقال قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الحديث صحيح رواه أبو داود الترمذي، وكما قلت ليس المراد دعوة لفعل الكبائر، لكن هذا إكرام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم
الشفاعة عبارة إكرام من الله للشافع الذي يشفع فيشفع لها الكبائر. وأهل البدع ينكرون هذا الحديث، كل أحد الشفاعة بكل صراحة. أهل البدع من الوعيدية، من الخوارج، من المعتزلة، من الإباضية يكفرون بها كفرا أو يكذبونها أو يشكون فيها، يكون هذا حديث ظني يخالف القرآن، في زعم يخالف القرآن، فأنكروا حديث الشفاعة كلها. ربما يثبتون الشفاعة العظمى، أما الشفاعة إخراج من النار من يأخذ منها أو شفاعة لمن استحق أن يدخل النار أن لا يدخل النار، فهذه ينكرونها كلها والعياذ بالله. طيب، قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. رواه الترمذي وابن ماجه، هذا حديث صحيح. وهذا أيضا يعني من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أو من فضله علينا بعد فضل الله عز وجل، أنه أصلا اختار الشفاعة، يعني خير أيدخل نصف أمتك الجنة ولا شفاعة، فاختار الشفاعة. وجاء في حديث أن أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يشكلون ايش الثلثين. فنسأل الله الفضل العظيم. نكتب على القدر وقد انتهى الباب، باب الشفاعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وياكم.